كانت الهجرة مالتي سببها سياسي يعني، وكل العراقيين بصراحة مو بس أنا يعني، كل العراقيين اللي كانوا في فترة جيلي يعني، هو جيل نسميه جيل الحرب يعني، اللي تشتت بهذا الفترة يعني، وانتقلنا بلدان وتحولنا إلى مهاجرين يعني وغرباء. وأمريكا يعني أنا جيت يعني ما أعرف إنجليزي وعندي عود يعني اللي هو يعني مو آلة مألوفة للمجتمع الأمريكي، فبديت أقدم موسيقى لترجمة معاناة العراقيين خصوصا النساء من العراقيين والأطفال، لأنه أنا أحس إنه ذول الاثنين ما عندهم صوت ببلادنا يعني، قصصهم مآسيهم أحزانهم صورهم ما تظهر للسطح يعني. دي للو يا الولد يا ابني، دي للو. The National Endowment for the Arts honors Rahim Alhaj. رسائل من العراق، اللي هي 8 رسائل من أطفال ونساء عراقيات إلى أمريكا. حسيت انه هذول الناس النساء والاطفال اللي موجودين في العراق انه لغوا من الذاكره، فجمعت هاي الرسائل وهاي القصص وحولت اترجمها الى موسيقى. عراقيين اخواني ما لكم غير هالبلد يعني، ما لكم يعني وين تروحون يعني، اخوك السني واخوك الشيعي ما لازم تتقبله بوجوده يعني، فالعراق هو صاحب وجود يعني، فإذا كنت سني، إذا كنت شيعي، إذا كنت صابي، إذا كنت مسلم.